بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 146. الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله عن الغلو في القبور والنهي عن ذلك لما يجر إليه من الشرك والمفاسد العظيمة، فيقول: السفر لزيارة قبر من القبور، قبر نبي أو غيره، منهي عنه عند جمهور العلماء، حتى إنهم لا يجوزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وهو أعلم الناس بهذه المسألة. كل حديث يروى في زيارة القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف بل موضوع، بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسنون: السلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا أتى قبره، وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره، كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، قد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. كذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين، فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم، وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف. وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الصحيحين أيضا عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بـ5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه، وعلله بعضهم بأنه روي مرسلا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتيتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن كأبي داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ صحيح. وفي موطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. وأما العبادات في المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك، قد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، الآية. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. وفي لفظ: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 25 درجة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفيه أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال الشيخ: وهذا باب واسع، قد نبهنا بما كتبناه على سبيل الهدى في هذا الأمر الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم المتبعين لدين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وبين لبس الحق بالباطل. ومن شاب الحنيفية بالإشراك. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.